هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: عندما أردنا العمرة قامت والدتي بتغسيل أختي الصغيرة بنية الإحرام والعمرة، وعند السعي لم تكمل أختي هذه الأشواط لعجزها، وذلك لصغر سنها وعمرها تقريبا 3 سنوات، وسمعنا بأن علينا فدية لأنها لم تكمل العمرة، فهل هذا صحيح؟ الصبي أو الصبية إذا كان دون البلوغ وخرج من الإحرام قبل إتمامه، أي خرج من النسك قبل إتمامه، فلا حرج عليهم وهذا، وذلك لأنهما غير مكلفين. وبناء على هذا لا يكون على هذه الصبية. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن تكلف الإنسان وتكليفه صبيانه من ذكور وإناث بالإحرام بالعمرة أو بالحج في أيام الضيق وأيام المواسم ليس بجيد، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أحرم، خصوصا إذا قلنا بوجوب إتمامه إتمام النسك. نعم. وفيه أيضا إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله، وكون الإنسان يتفرغ بنسكه ويبقي أولاده بلا نسك أفضل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أمته بأن يحجج الصغار، غاية ما هنالك أن امرأة رفعت إليه صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لكنه لم يأمر أمته أن يحجج الصغار. فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إحرام في أيام الضيق والمواسم، لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم. نعم.